في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهودها خلال شهر عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 2848 عنصراً إجرامياً ومصرع 11 عنصراً إجرامياً شديد الخطورة بنطاق 25 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سلاح، قتل، مخدرات، سرقة، وضبط معهم 1524 قطعة سلاح ناري أبرزها رشاشان وجيرينوف و236 بندقية آلية و228 بندقية خرطوش و73 مسدساً و982 فرد محلي وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 440 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 4927 قطعة سلاح ناري بحوزة 4193 متهماً أبرزها 2 جيرينوف و2 رشاش و650 بندقية و420 بندقية آلية و256 مسدساً وثلاثة آلاف وخمسمائة وسبعة وتسعون فرد محل الصنعة وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة وستمائة وثلاثون خزينة، إضافة لسبعة آلاف وخمسمائة وتسع وستين قطعة سلاح أبيض، كما تم ضبط ثمان ورش لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال شهر في ضبط 57 تشكيلاً عصابياً ضموا 184 متهماً، قاموا بارتكاب 239 حادث متنوع، كما تم ضبط 537 متهماً من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وتم كشف غموض 403 حادث ما بين خطف، قتل، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 632 متهماً، كما تم إعادة 21 سيارة مبلغ بسرقتها. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 2,441,669 حكماً قضائياً من بينها 9,675 حكم جناية و737,956 حكم حبس جزئي و128,434 حكما مستأنفا و1,223,799 حكم غرامة و341,865 حكم مخالفة.